معنا هاتفيا من مدينة صيدا اللبنانية سيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. مرحبا بك سيد حسان. إذا المغرب وطاجكستان اتهم إيران بمحاولة التغلغل في دول المنطقة، كيف يمكن مواجهة النفوذ الإيراني بحسب رأيك؟ في الحقيقة الموقف الإيراني من المغرب بدأ يتطور مع ما قام به المغرب من توقيف لأحد كوادر حزب الله تاج الدين، وهو أحد مسؤولي التمويل في حزب الله، حيث تم توقيفه في المغرب وتسليمه للولايات المتحدة بناء على مذكرة توقيف دولية. الموقف الإيراني بالتعاون مع حزب الله جاء ردا على الأداء المغربي، فحاول التغلغل ضمن الساحة المغربية بالتعاون مع بوليساريو وبالتنسيق أيضا كما يبدو مع أحد الأجهزة الأمنية الجزائرية مع لذلك تحاول إيران الانتقام من الأداء المغربي ومحاولة التأثير على الوضع وعلى الاستقرار في المغرب أيضا، خاصة أن بعض القوى الجزائرية تتعاون مع الأجهزة الأمنية الإيرانية. كذلك يبدو من الواضح أن المغرب انترهت هذا الأمر وحاول وتحاول الآن التصدي لهذا الأداء. وعلى المنوال نفس التسير طاجكستان. طيب ما تفسيرك لتصريح العميد أحمد بورستان بأن بلاده تشرف استخباريا على قواعد عسكرية في 4 دول عربية؟ ما الذي يمكن أن تقدمه تلك القواعد إذا اندلعت مواجهات مع أمريكا أو حلفائها؟ إيران تحاول دائما الظهور مظهر القوي والقادر والمقتدر والتي تملك المعلومات والقدرات ما لا نعرفه ولا يمكن أن يتصدر أحد، وخاصة هذه التصريحات العالية النبرة والتي تهدد الاستقرار في المنطقة. دائما ما كانت التصريحات الإيرانية إذا ما قمنا بمراجعتها دائما تحت هذا الطقس وبهذا المستوى من التهديد والتهويل وإظهار أنها قادرة على تدمير المنطقة، وهذا يعني كلام غير دقيق وغير يعني غير منطقي، خاصة أن لكل دولة من هذه الدول إمكانياتها وقدراتها واستخباراتها أيضا تماما كما تملك إيران استخباراتها، ولكن هذا التهويل يأتي ردا على الموقف الأمريكي المتطور الذي نجح في نقل الصراع من خارج إيران إلى داخل إيران. ما جدية هذا الموقف الأمريكي؟ يعني وزير الخارجية الأمريكي بومبيو تحدث عن مواجهة العبث الإيراني، هل واشنطن فعلا جدية في ذلك؟ الضغط الأمريكي فعلا قد ترك أثرا سلبيا على الاستقرار الداخلي في إيران. الآن تتحدث الأخبار عن إضرابات في طهران وأصفهان وبعض المدن، خاصة في قطاع النقل والصهاريج التي تنقل الوقود، مما اضطر الحرس الثوري إلى التدخل ونقل الوقود إلى محطات الوقود لتشغيل وسائل المواصلات الإيرانية. هذه الصورة التي بدأت تنعكس سلبا داخل إيران هي نتيجة العقوبات الأمريكية التي تترك أثرها السيء على الاقتصاد الإيراني. مظاهرات لعمال وإضرابات العمال تطالب بأجورها المتراكمة منذ أشهر، هذا يعني أن هناك خلل اقتصادي وأزمة اقتصادية وضائقة معيشية تصيب المواطن الإيراني، فأصبح اهتمام المواطن الداخلي ولا يريد أن يتدخل في شؤون دول أخرى يساعدها بينما هو فعلا هو بحاجة إلى مساعدة. هذا ما نجحت الولايات المتحدة في فرضه على إيران بأن تهتم بالداخل أكثر من اهتمامها بالخارج. ونرى الآن بعض الانسحابات الإيرانية من سوريا وحجم التأثير الذي بدأ يتواضع في العراق بعد أن كان تأثير إيراني مطلقا، بدأ تأثيرها ينحدر يعني سلبا ويضعف أمام تأثير دول أخرى. هذه هي النتائج حتى الآن بمشاكلها الداخلية. شكرا جزيلا لك هاتفيا من صيدا سيد حسان القطب مدير مركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.